اهلا بيكم مشاهدينا في كل وقت وكل مكان، معاكم ندى اسامه من بوابه اخبار اليوم، والنهارده هقدم لكم نشره الارصاد الجويه. حاله الطقس المتوقعه النهارده مليانه مفاجات، نقدر نقول كده بناء على توقعات الارصاد انها بين رياح ورطوبه عاليه وكمان شبوره. وبسبب التغير في الجو ده كلنا تقريبا الفتره اللي فاتت حسينا ببدايه لسعه برد، واللي بتبتدي من اول المغرب لحد الشروق، واللي بسببها اغلبنا جاله دور برد. النهارده بقى هقول لكم على 6 نصايح لتجنب اصابتك بالبرد في الفتره الانتقاليه بين الخريف والشتاء، واللي بتزداد فرصه اصابتك بيه خصوصا في الاماكن الزحمه. سواء انت بقى راجل وبتروح الشغل كل يوم وعايز تحمي نفسك وتحمي اسرتك، او انت ام وربه منزل وخايفه على اولادك، او حتى انت بتدرس وبتروح كل يوم جامعتك او مدرستك، فالنصايح دي هتحميك بشكل كبير قوي من ان يجيلك البرد اللي بيجي لمعظمنا في الفتره دي من كل سنه، واللي بتخلي جهاز المناعه بتاعنا يضعف بشكل كبير، وبالتالي بتكون عرضه اكتر للاصابه بنزله البرد والانفلونزا. احنا بقى هنقول لك ازاي تتجنب البرد ده وتقوي مناعتك وتحمي نفسك انت واسرتك. اسمع معانا النصايح الجاية دي كويس قوي. حافظ على نظام اكل متوازن وصحي عشان تحافظ على مناعتك. تقل في لبسك شوية وما تلبسش خفيف بحيث انك تكون متدفي. حاول تعمل رياضة على الاقل نص ساعة في اليوم، ونام كويس حوالي من 7 لـ8 ساعات، وما تنساش تغسل ايدك كتير. ومهم قوي نقلل التوتر، اللي اغلبكم ما يعرفوش ان التوتر بيأثر جدا على جهاز المناعة، وبالتالي بنكون عرضة اكتر للاصابة بالبرد. ودي كانت نصايحنا ليكم النهاردة عشان تتجنبوا البرد في الفترة دي. ودلوقتي هننتقل لتفاصيل الاحوال الجوية. الجو هيكون مايل للحرارة في النهار ومعتدل في اول الليل، وهيكون مايل للبرودة في اخره ووقت الصبح بدري من اول شمال مصر لحد القاهرة الكبرى، وفي الجنوب هيكون حر. اما عن الرطوبة بكرة هتكون عالية بنسبة 49% مع وجود رياح معتدلة بتنشط احيانا على اغلب الانحاء على فترات متقطعة، وسرعتها هتكون 26 كم/ساعة، مع وجود شبورة الصبح على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية. اما عن درجات الحرارة فهي في القاهرة هتكون الحرارة الكبرى 29 والصغرى 21، وفي الاسكندرية الكبرى هتكون 28 والصغرى 20، وفي شرم الشيخ الكبرى هتكون 32 والصغرى 24، وفي مطروح الكبرى 26 والصغرى 20. اما عن بورسعيد الكبرى هتكون 27 والصغرى 23، وعن اسوان الحراره هتكون الكبرى فيها 35 والصغرى 22. وبالنسبه لشمال وجنوب الصعيد فالشمال هيكون الكبرى 30 والصغرى 19، اما عن الجنوب فالكبرى هتكون 34 والصغرى 23. وبكده نكون نقلنا لكم نشرة الأرصاد النهاردة، وقدمنا لكم نصايح مفيدة عشان تفضلوا بصحة سليمة انتوا وعيلتكم. كنت معاكم ندى أسامة من بوابة أخبار اليوم.